اعتقال 3 نمساويين مؤيدين لداعش بتهمة التخطيط لهجوم على المثليين. معهد فيفو للبحوث الاقتصادية يحلل أسباب ارتفاع التضخم في النمسا. تقرير يكشف 46 حالة من عنف الشرطة النمساوية العام الماضي. اعتقال شرطي نمساوي زور مخالفات مرورية بقيمة 100,000 يورو. وجمارك مطار فيينا تضبط أكثر من 4,000 حالة تهريب العام الماضي. طائرة بوينغ عملاقة تنقل 14 سيارة كهربائية صنعت في النمسا إلى أمريكا. مرحبا بكم في نشرة الأخبار على النمسا ميديا لهذا اليوم. اعتقلت السلطات النمساوية 3 نمساويين من أصول شيشانية مشتبه بهم لشن هجوم على موكب قوس قزح في فيينا السبت الماضي. وتم تنفيذ عمليات تفتيش للمنازل قبل الموكب واعتقال المشتبه بهم. ووفقا لمدير الأمن الدستوري والمخابرات عمر هيجاوي، فإن المشتبه بهم كانوا يروجون للتطرف عبر الإنترنت ويشجعون داعش، وتم ضبط أدلة مهمة خلال التفتيش بما في ذلك أسلحة ووسائط تخزين بيانات. قام معهد فيفو للبحوث الاقتصادية بتحليل الأسباب الرئيسية للتضخم في النمسا لأنه يتجاوز المتوسط الأوروبي بسبب التدابير النقدية والسياسة الدولية. وبيّن المعهد أن عدم تعديل ضريبة القيمة المضافة والسياسة المالية التوسعية أدت إلى ارتفاع التضخم إضافة لتأثير الأجور حيث كان غير مستدام، ومن المتوقع انخفاض فجوة التضخم في منطقة اليورو بتعديل أسعار الطاقة واستقرار أسعار المواد الغذائية. أصدر مكتب مكافحة القمع في النمسا تقريرا يكشف عن حالات عنف الشرطة يغطي حوالي 107 حادثة مزعومة. تأسس المكتب في عام 2020 وفحص 46 بلاغا يشير إلى تورط الشرطة في حالات عنف، ويهدف التقرير إلى توثيق أشكال مختلفة من العنف الشرطي وتمكين المتضررين من التعبير وتحقيق تغييرات هيكلية. ويتضمن التقرير تفاصيل حوادث في فيينا ومظاهرات عامة. وتلقى المكتب انتقادات من المنظمات غير الحكومية بسبب تبعيته لوزارة الداخلية. اعتقل شرطي نمساوي في مقاطعة النمسا السفلى بشبهة تزوير مخالفات المرور واستيلائه على 100,000 يورو. ووفقا لتقرير نشرته صحيفة كوريور، زعم أن الشرطي قام بتزوير مخالفات السرعة عن طريق التلاعب بالنسخة الورقية باستخدام قطعة من الكرتون أو من مادة مماثلة، وبهذه الطريقة فرض غرامات أعلى على سائقي السيارات مما يظهر رسميا. ويشتبه في أن الشرطي احتفظ بالأموال، ويعتقد أن الشرطي حرر حوالي 1300 مخالفة مرورية مزور. سجل مطار فيينا أكثر من 4,000 حجز خلال عام 2022 بتفتيش 45,000 حقيبة لترتفع حالات التهريب بشكل كبير بعد جائحة كورونا. وتم مصادرة السجائر والمواد الغذائية والمجوهرات المهربة، كما تم ضبط 500,000 سيجارة مقارنة بأكثر من 800,000 في العام السابق. وتم العثور أيضا على مجوهرات بقيمة 3,000,000 يورو في حقائب الركاب، وضبط مخدرات تزن 37.5 كيلوغرام بالإضافة ل 659 قرصة مخدر. ومن المتوقع زيادة المصادرات في العام 2023 بسبب زيادة عدد المسافرين. وصلت طائرة شحن ضخمة إلى مطار غراتس لنقل 14 سيارة كهربائية من مصنع ماغنا إلى شركة بيسكار الأمريكية. وهبطت طائرة بوينغ 747 يوم الأحد، ومن المقرر أن تغادر في المساء إلى لوس أنجلوس، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من السيارات المنتجة في مصنع ماغنا في مدينة غراتس، وستصل إلى عملاء بيسكا في الولايات المتحدة. وقد تم استخدام الطائرة بسبب ضيق الوقت، ومستقبلا ستنقل السيارات بواسطة السفن. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم، شاركونا بتعليقاتكم ولا تنسوا تحميل تطبيق إنفوغراد على هواتفكم. أمسية سعيدة، كنت معكم أنا أدهم اللجي، وإلى اللقاء.